ببلوك نوت اليوم مع السيد أصحية سليمان والسيد غسان أبي أنطون لا يخبرونا السنة عن مهرجان عبيدات. صباح الخير. يعني مهرجان عبيدات كل سنة بيصير وقالوا 20 سنة مزبوط. تقريبا عم بيصير. أصحية حضرتك السنة المنظم مزبوط. شو اللي مختلف هيك شوي عن السنين اللي سبقت؟ هالسنة عم نجرب يكون المهرجان نبلش شوي نحطه على الخارطة, يعني نبلش نطور فيه شوي للمهرجان. هو عادة كان عم بيكون ليلة بلش من 20 سنة, بعدين صار يصير ليلتين, قلنا تقريبا 6 سنين عم بيكون 3 ليالي. هالسنة عاملين سبونسرز زايدين على الإيفنت, عم نجرب نطوره شوي شوي كرمال نوصل لبادجت نحنا بنقدر نكمل فيه. يعني كم يوم رح يكون السنة؟ هالسنة رح يكون 14 15 16 أغسطس أب يعني. أول ليلة في معنا تامر نجم وجوليان عزام, ثاني ليلة معنا جو الصيفة, وثالث ليلة معنا كريس حوات. هو ومين السنة شارك يعني بالتنظيم؟ هالسنة في عنا الأيو إل, هي كمان كانت سبونسر لإلنا. في عنا سيدر لينكس كمان كانوا سبونسر. أنا عم بحكي يعني عن إكيب العمل, فريق العمل اللي كان عم بيكون عم يشتغل. هو دايما النادي بتكون دايما مشاركة بالإيفنت, ونحن هالسنة الشباب تبع عبيدات حبينا انه نكون قلنا يعني انه نكمل مع النادي, نحن قد جاء اصلا بالنادي عم نكمل معهم وكرمال اول ايفنت يعني. شوي استاذ غسان ابي انطون حضرتك رئيس نادي عبيدات, كيف عم بتكون مشاركه النادي يعني بشو تحديدا هالشباب اللي موجودين مع حضرتك عم بيساهموا؟ هي بالمبدا جاب شباب النادي هن عم بيقوموا بكل الشغل, لانه السنه انتهت ولايه لجنه واجت لجنه جديده, حبينا يكون في دم جديد, يكون في شباب جديد وجوه جديده. مشان هيك كان صحية هو أول الشباب, في معه غيره أكيد يعني مش هنسمي الأشخاص كلهم, في جو جديد اهتموا أنه يكون في شيء نوعي عم بينشغال. بتعرفي عصر جيل يغير عن جيل تاني, لا الضيوف أيضا يمكن بيتغيروا أيضا مشاركة الفنانين والشباب والآخرين. صحيح, مشان هيك حبينا أنه نكون بتلاقي صحية في شيء نوعي جديد نجرب 3 أيام وبركي أكثر يعني. يعني إن شاء الله خير أكيد. بدي أيضا تعرفنا شوي على النادي, يعني شو بيضم نادي عبيدات؟ أيضا نشاطات نادي رياضي ثقافي اجتماعي. عندنا رخصة اتحاد كرة الطائرة, فريقنا درجة ثالثة, وطبعا الشيء كله عم نعمله لأنه في عندنا مثل مصاريف كثيرة بس مداخيل قليلة. نعم. بتعرفي النادي بقلب ضيعة يعني صغيرة, بدك في كتير شخصيات او شركات بتساعد مثل ما سمى في كمان اكس اكس ال برمجة اخوان, ولكن هو يعني نادي رياضي بامتياز. هو نادي رياضي واجتماعي. اها شو يعني النشاطات الاجتماعيه يعني اللي عم بتقوم؟ عندنا بمناسبه عيد الام عندنا على طول نعمل جيست بنقدمه للامهات, عندنا عيد الميلاد في زينه الميلاد تشتغل فيها النادي, في عده شغلات يعني شغلات صغيره على قد الحال بنحاول انه نجرب نعمل شيء. نعم. عم بيكون في صحية نشاطات عديده خلال السنه. مزبوط. المهرجان اللي عم بيصير سنويا اي متى عم بيكون وقته؟ هو المهرجان 14 15 16 يعني في مناسبه يمكن انتقال سيد العزراء, هو كل سنه بيصير بهالوقت. هو كل سنه بيصير لهيدا المهرجان, نحن بلشنا فيه ليله واحده بعدين صرنا ليلتين. نعم. وهيدا السنه 3 ليالي يعني مثل ما قلنا 14 كان ساز 14 15 16 أب. نعم. كمان وجوه كلهم جديدة يعني تامر نجم هو دجا من عبيدات وعم بيساعدنا, في جوليان عزام كمان خرج جديد من تالنتين, جو الصيفي كمان كريس حوات, فكل اللي مشاركين معنا وجوه جديدة وعم نجرب انه يكملوا معنا تنستمر يعني نحن وياهم كلنا عم نشتغل ايد بايد كرمال نقوم بهذا الايفنت. عم بنعرف نحن انه عبيدات ايضا موجودة بقضاء جبال. 100%. وين تحديدا؟ عبيدات بتبعد عن جبال 12 كيلومتر, يعني تقريبا بدك 15 دقيقة كرمال توصلي بالسيارة, طريق جبلية. وكمان نشكر فخامة الرئيس هو اللي عملنا هالأوتوستراد الجديد. نعم. يعني وهول التحديد من وين يعني بتطلع من عمشيت وبتضلك تاخذي الهاي واي, صارت هي. نعم. تقريبا هاي واي هلا, ومش كتير بدها وقت, بدك ماكسيموم 15 دقيقة ليكونوا فوق. طبعا المناخ مناخ معتدل جميل جدا 100%. نحن علو 600 متر ل 650 بعبيدات. وشو عم بيكون في تحضير لنشاطات جديده؟
هلا كلجنه المهرجان. هلا اول شيء هدفنا انه نخلص هيدا المهرجان، من بعد هيدا المهرجان في كتير نشاطات عم نجرب انه نحطهم على الطريق. في عندنا السهره تبع النادي كمان عم نجرب نكون معها، في مهرجانات كتير بقلب عبيدات عم نجرب نقويها، في عندنا اماكن اثريه عم نجرب انه شوي شوي نبلش نضوي يعني نسلط الضوء عليها، ولا اشياء اثريه دجا بعبيدات العالم تنزل لعندها بس كايمج من برا ما حدا عنده فكره عنها، فنحن والنادي مع بعض عم نجرب نشتغل على هيدا الموضوع. يعني عم تجربوا تشتغلوا على هيدا الموضوع من شان تقوية السياحة الداخلية تحديدا، مزبوط. ويتعرفوا أكثر الناس على مناطق لبنان، مناطق هالطقس المعتدل، هالمناطق الوسط الوسطية يعني بين الجبل وبين الساحل. كمان عنا في أماكن أثرية لأديرة كانت من زمان بقلب المغاور بقلب الوديان، عم نجرب ننشطها شوي شوي، عم نبلش يعني نحط ستاب شوي شوي، نمشي خطوة خطوة إن شاء الله خير. ونشاطات نادي الاجتماعية أستاذ غسان؟ هي نشاطات عنا مهرجان رياضي كمان بيصير بعد ال، ومثل ما سميت لك يعني أنا على عيد الميلاد عنا بابا نويل كمان بيوزع هدايا، وبيصير في قداس نص ليل، وبصير ينارطب الضيعة كلها شغلة على عيد الأم. هالمناسبات التقليدية على طول النادي فيها تقوم فيها من ضمن الاجتماع عم يعني. بيكونوا سيدات والشبيبة عم بتشارك بهالموضوع حاضنة لكل العبيدات. أه. والسكان عبيدات هني موجودين صيفا شتاء فوق إجمالا ولا إجمالا كيف؟ في شوي يعني بينزلوا على الشتوية بس مش هالنسبة الكبيرة بالنسبة للعبيدات، لأن عبيدات متوسطة منها كتير عالية يعني. إن شاء الله بتزدهر أكتر وأكتر بجهودكم وبجهود كل الشبيبة موجود عم تساعدكم. اهلا وسهلا فيك استاذ صحية سليمان واستاذ غسان ابي انطون. ميرسي. مشاهدينا بريك ومنتابع ام تي في الايف.